أهلا بكم من جديد. بقرابة 179 مليارا اعتمد مجلس النواب ميزانية العام وسط حديث عن مباركة المصرف المركزي للخطوة، تلاها رفض مباشر من المجلس الأعلى للدولة. إعلان مجلس النواب أثار ردود فعل متباينة دفعت رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالى إلى مخاطبة أمين الجامعة العربية باعتذاره عن حضور الجولة الثانية من الاجتماع الثلاثي الذي كان من المزمع انعقاده منتصف الشهر الجاري. فما تداعيات ردود الفعل تجاه إقرار الميزانية، وكيف تؤثر على مستقبل العملية السياسية، وكيف سيتعامل البرلمان مع موقف مجلس الدولة، وما موقف الرئاسي الذي اشترط سابقا شروطا ثلاثة قبل إقرار الميزانية؟ نبحث إذن مشاهدين هذه التساؤلات وغيرها مع ضيوفنا في حوارية الليلة، وأرحب بهم حيث ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس المحلل السياسي السيد سنوسي إسماعيل، وعبر الأقمار الاصطناعية من مصراتة الكاتب الصحفي عبد الله الكبير، وكذلك عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس المحلل السياسي ناصر بوديب، وعبر الهاتف ينضم إلينا من الزاوية عضو مجلس النواب السيد عبد النبي عبد المولى، وكذلك عبر الهاتف من طرابلس الناطق باسم المجلس الرئاسي السيدة نجوى وهيبة. أهلا وسهلا بكم جميعا ضيوفي، وأبدأ معك سيدة وهيبة. إذا بعد تجاهل مجلس النواب جل التحذيرات التي استبقت إقدامها على خطوة اعتماد الميزانية، والتي كان منها تأكيد الرئاسي على توفر ثلاث اشتراطات رئيسية في هذه الخطوة، ما موقف مجلسكم الرسمي الحالي؟ سيدة نجوى، سيدة نجوى هل أنت في الاستماع؟ إذن إلى حين التعامل مع هذا الخلل الفني من المصدر وعودة السيدة نجوى وهيبة إلى هذه الحلقة، أمر إلى السيد عبد النبي عضو مجلس النواب. أهلا وسهلا بك. كذلك جرى استباق هذه الخطوة التي أقدم عليها النواب من قبل الأعلى للدولة ومن قبل الرئاسي بتحذيركم، وبعد ذلك بعد إصدارها أيضا خاطبكم الأعلى للدولة بعدم الاعتداد بما أقدمتم عليه. هنا بهذا الخطاب الذي أيضا وجه مثله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بشأن تعليق مشاركة الأعلى للدولة في أي مشاورات أو حوار مع مجلسكم، كيف سيتعامل البرلمان هنا مع تصعيد الدولة هذا؟ أولا أهلا وسهلا بك الفاضلة ومشاهديك الأفاضل الكرام. أهلا بك. احنا دائما نوضح، نريد أن نوضح قانون الميزانية. قانون الميزانية يعني توضح قوانين ولوائح تنظم عمل مجلس النواب وحتى الجهات الأخرى. اختصاص الأصيل باعتماد قانون الميزانية هو لمجلس النواب، سواء كان في قانون مجلس النواب الذي تلاح من المؤتمر الوطني، حتى الاتفاق السياسي الذي صدر يعني حقيقه في اسخرات ينظم عمل مجلس النواب ومجلس الدوله اللي هو اصبح الان مجلس الدوله. الاختصاص الاصيل لمجلس النواب لاعتماد الميزانيه، ارتكزت الميزانيه على ثلاث اشياء. الشيء الاول هو اعذرني فقط قبل المرور على هذه النقطه لاهميتها سيد عبد النبي، وحتى لست وحدك من يقول بانها اختصاص اصيل، هي اختصاص اصيل لم ينكر احد ذلك، ولكن الماده الخامسه عشر. لا 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 مش لم يكن غير هذا، الاتفاق السياسي اخص بها مجلس النواب ويجب ان يشتري يفضل يقرا الاتفاق السياسي. اخصها بمجلس النواب بالتشاور مع الدوله في الماده الخامسه عشر بالتحديد. بالتشاور، لا 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 يوجد هذا الكلام. في الماده الخامسه عشر من الاتفاق السياسي. التشاور في تشكيل الحكومه، في حال التشكيل او تشكيل حكومه او نفع ثقه بالحكومه التشاور، لكن في قانون الميزانيه يختص بها مجلس النواب والحكومه ومحافظ مصرفي المركزي في حاله العجز للتخطيط هذه الميزانيه. يا سيد عبد النبي، هل اسوق لك النص بالتحديد الذي قيل فيه بان الميزانيه اذا الى جانب بعض النقاط الاخرى لابد ان تمضي مع مراعاة التشريعات الليبية النافذة، يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة في هذه النقاط بالتحديد، ومنها نقطة الميزانية وفق الاتفاق السياسي في مادته الخامسة عشر؟ لا توجد، شوف هذا لا يوجد أي بند. الميزانية اختصاص أصيل أصلاً لإصدار الميزانية لمجلس النواب دون غيره. المجلس يا إخواننا يجب أن
أن إذا كان مرحلة اتفاق سياسي مجلس الدولة هو مجلس استشاري للحكومة فقط. سنتظر لمجلس النواب. في حالة تشاور مجلس النواب فقط في حالة تشكيل حكومة أو نزع ثقة بالحكومة أو في حالة تغيير بعض المناصب السيادية فقط لا غير. أما ذلك الآخر فهي عبارة عن مجلس استشاري للحكومة، ولكن نحن نقفز عن دائما نقفز على بعضنا البعض في بعض الأشياء. وما يتوصل إليه سيد دكالة أن يرفض الاجتماع مع مجلس النواب هذا يرجع له هو في شخصه، وحقيقة هذا صحيح، لأن احنا ندعو الآن لتوحيد السلطات التنفيذية في ليبيا، وذلك من خلال احنا أصدرنا ميزانية موحدة، نتمنى الميزانية تذهب إلى الحكومة الجديدة أو الحكومة الموحدة أيا كان. فهم الآن حاولوا يخلطوا هذه الأوراق هي أن هم شركاء في الميزانية أو يرفض أو لا يرفض. فإذا رفض أو لا يرفض فهذا قانون قدامنا احنا موجود، القانون والاتفاق السياسي موجود، هذا التفاصيل لمجلس النواب، مجلس النواب هو السلطة الوحيدة، أجل الاتفاق السياسي، السلطة الوحيدة التشريعية. مجلس الدولة هو عبارة عن مجلس استشاري. طيب. نحن نتعامل مع أسنة المجلس شاركناهم في كثير حتى الاستشارات، ونحن الآن قادمون نحن وهم الآن في اجتماعنا في مصر إن شاء الله تعالى للبدء هي تشكيل حكومة موحدة لتفريض مؤسسات الاجتماع الذي امتنع أو علقه رئيس مجلس الدولة محمد تكالى بخطاب موجه إلى أحمد أبو الغيط. هذا الاجتماع الذي تقول بأنكم فيه ستتفقون على تشكيل حكومة، الاجتماع هو برعاية دولية. محمد تكالى ما يمثلش ليبيا بالكامل، حتى مجلس الدولة ما يمثلش محمد تكالى. ما احنا المجالس يجب أن نفهم المجالس التشريعية أو المجلس الشرعي لمجلس الدولة لا يملك القرار سيد محمد تكالى في ذاته، بل هي تمشي القاعة، والقاعة حسب اعتقادي أن صوت أكثر من 80% مع توجه مجلس النواب في تشكيل حكومة وغيرها. ونحن الآن متجهين نحن مجلس الدولة الأغلبية المطلقة مجلس الدولة للاتفاق والخروج ببيان رسمي من مصر على سنة تشكيل ودعوة المجلس العربي لتشكيل حكومة موحدة توحد مصر في الدولة تتجه بها حيث انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية. نعم هذا هو المبدا الصحي الحقيقي. اما ما يحكي عليه يرفض، هو رفض قانون، هو رفض قانون يعني احنا يعني الزمن الحكومه بدعم الضمان الاجتماعي لاعطاء رفع من قيمه من مرتبات الساده في الضمان الاجتماعي لان الساده يا اخواننا اذا طيب. كان شخص بدرجه عاليه تقاعد بمبلغ زهيد لا يكفيه حتى لو سكر. طيب هناك العديد من النقاط المهمة سيد عبد النبي التي ذكرتها، دعني أشرك فيها بقية الضيوف وأعود حتى نواصل أيضا في سياق ما قلته. إذا أهلا وسهلا بك سيد أبو ديب، نقاط عديدة قالها السيد عبد النبي، أقتبس منها على الأقل ما يتعلق بعدم إلزامية التشاور مع المجلس الأعلى للدولة رغم وضوح النص في الاتفاق السياسي، لأن السيد عبد النبي يقول بأن ذلك غير ملزم بشكل مباشر. كيف ترى هذه النقطة؟ مساء الخير عليك سيدتي وضيوفك والسادة المشاهدين. شوف اعتدنا من أعضاء مجلس النواب مثل هذه التصريحات ومثل هذه الأحاديث التي لا تعني شيء والتي تعني اختزال مجلس النواب في شخص واحد والبرغماتية التي يتعامل بها مجلس النواب دون النظر إلى المصلحة العامة والمصلحة الوطنية. أعتقد أنهم لم يقرأوا جيدا الاتفاق السياسي ولماذا تم تشكيل جسم يسمى المجلس الأعلى إلى للدولة. فبالتالي إذا كان اختصاص أصيل وتحدث أعضاء مجلس النواب عديد المرات بأنه لابد من الإشراك مجلس الأعلى للدولة والاتفاق ينص على أن الحكومة تقوم بمشروع ميزانية وتقديمه مجلس الأعلى للدولة، ومن ثم مجلس الأعلى للدولة يقوم بتحويله أو الذهاب به إلى مجلس النواب للاعتماد. هذا هو الاختصاص الأصيل الذي يتحدث به أن مجلس النواب هو الجهة الأخيرة التي تعتمد أو تقوم باعتماد هذا القانون. أما ما يتحدث به إنشاء في إنشاء ولا يعني شيء، يعني أتمنينا من السيد النائب وعديد من النواب لو في هذه السرعة التي ذهبوا بها إلى إعداد هذا القانون الميزانية أنهم أعدوا لنا قوانين انتخابية تصلح بالذهاب إلى الانتخابات. أما ما ذهب إليه السيد النائب أعتقد أنه يتحدث على مصلحة معينة وعلى جهة معينة
دون الخوض في العموميات ودون الخوض في الإشكاليات الكبرى التي ذهبت بهم إلى اعتماد مثل هذه القوانين المعيبة. طيب التي سيد أعتقد بوديب في وجهة نظري أنها سوف تأتي بنا بنتائج. نعم نعم، إلى جانب ربما عدم الاعتداد أو ربما إنكار إلزامية التشاور، هنا إن صح القول إنكارها، إلزامية التشاور مع المجلس الأعلى للدولة في هذه الخطوة. كذلك مازال سيد عبد النبي يقول بأن هناك مشاورات ستجري في القاهرة وسيشترك فيها مع تكالة، عند ربما تذكيره بخطابه الذي وجهه لأبو الغيط بامتناعه ومقاطعته لهذه المشاورات القادمة، قال بأن المجلس الأعلى للدولة في النهاية هو ليس الدولة. هل تعتقد بالفعل أنه يمكن المضي من غير بدون الأعلى للدولة في أي توافقات قادمة؟ إن كان ما يتحدث به النائب صحيح لذهبوا إلى تشكيل حكومة، مش شكل حكومة، هل اعترف بها العالم دون أن يعترف بها المجلس الأعلى للدولة؟ هذه واحدة من الأشياء. جاءوا بالسيد بشاغة لم يعترف به أحد، والآن جابوا السيد حماد ولم يعترف به أحد، لأن المجلس الأعلى للدولة لم يعترف بهذه الحكومة ولم يعطي صلاحيات لهذه الحكومة. فكيف لعقيل صالح الآن من يلتقي مع السيد بلغيط ما يسمى بالأمين العام لجامعة الدول العربية ويقرر هو لوحده السياسات العامة لليبيا؟ ما هو ذهب وقررها في المغرب، هل تم تنفيذها على أرض الواقع يا سيدتي؟ أم أنه إطالة للوقت وتمطيط والاستفادة من الوقت بأقدر أو بشكل كبير جدا بالنسبة لهذه الأطراف؟ وهنا تحدث على مجلس النواب، الآن 10 سنوات وهم في سدة الحكم في المجلس التشريعي الوحيد في ليبيا، ماذا فعلوا؟ هل الآن لن يستطيع جيل صالح الفعل أي شيء ولا يستطيع تغيير أي منصب سيادي إلا بالمشاورة وبالمشاركة مع مجلس أعلى للدولة؟ هذا ما ينص عليه الاتفاق السياسي. طيب، أما ما دون ذلك فما نراه من تقسيم الدولة وهي مقسمة من بطبيعتها منقسمة منذ سنوات، فالآن هم يريدون الفعل الذهاب إلى تقسيم الدولة الفعلي. اسمح لي أن أنتقل. وكان الأولى نعم نعم، اسمح لي السيد ناصر أن أنتقل بهذه النقطة للسيد عبد الله الكبير، أهلا وسهلا بك مجددا. يقول السيد ناصر بأن هناك خطوات عديدة اتخذها البرلمان منفردا على غرار حكومة بشاغة أنذاك وحكومة حماد حاليا، ولم ربما تصدر عنها أي نتائج أخرى، وكذلك العديد من الخطوات الأخرى التي يرفضها الأعلى للدولة وإن لم يتراجع عنها البرلمان لكنها ظلت معلقة. دعنا نقول مثلا قوانين الانتخابات الأخيرة التي أصدرها والتي توقفت مسألة الانتخابات برمتها عند ذلك الحد، وبالتالي توجه تكالة إلى أمين أو الأمين العام للجامعة العربية بخطاب اعتراضه عن المشاركة في أي مشاورات يكون فيها النواب، هل يمكن اعتباره بالفعل ورقة ضغط؟ نعم، تحية طيبة لك أستاذة مروى ولضيفيك وللسادة المشاهدين والمتابعين. لم أستمع للجزء الأخير من حديثك، الصوت يأتي متقطعا، لكن ما فهمته من سؤالك حتى الآن أستطيع أن أجيب عليه وأن أتحدث فيه. طبعا موقف السيد تكالة وموقف المجلس الأعلى للدولة بشكل عام من الخطوة الأحادية الخطيرة التي اتخذها مجلس النواب بإقرار ميزانية بقيمة تقرب من 180 مليار دينار متجاوزا الإعلان الدستوري الذي ينص على ضرورة موافقة 120 نائب، الحاضرين تقريبا كان عددهم 49، تصوري 49 نائب واقعون تحت هيمنة عصابة مسلحة تقودها عائلة معروفة يقررون مصير دولة ومصير شعب ومصير ميزانية. موقف المجلس الأعلى للدولة موقف سليم تماما، الاتفاق السياسي اتفاق الصخيرات الذي يحكم المرحلة ينص على توافق مجلس النواب مع المجلس الأعلى للدولة في عدة أمور وفي عدة شؤون، من بينها إقرار الميزانية، تكليف رئيس الحكومة، إقالة الحكومة، القوانين الانتخابية. هذه
ملزم مجلس النواب بأخذ موافقة المجلس الأعلى للدولة. بدون موافقة المجلس الأعلى للدولة لا يمكن أن تمضي أي قوانين في هذا في هذه الشؤون. أيضا في المناصب السيادية لابد من التوافق مع المجلس الأعلى للدولة. لكن طبعا تعودنا من عقيلة صالح أن يعتبر مجلس الأعلى للدولة مجلس استشاري لا يعتد به، ولكن عندما يجد نفسه أو عندما يصطدم به الموقف الدولي والموقف الإقليمي الذي يلزمه باتباع التشريعات والقوانين وهي محكومة في الاتفاق السياسي، يضطر إلى التعامل مع المجلس الأعلى للدولة. إن كان المجلس الأعلى للدولة ليست له قيمة وليست له أهمية ويستطيع مجلس النواب أن يمضي منفردا، لماذا يجتمع تكالى مع عقيلة؟ لماذا اجتمع المشري مع عقيلة عدة مرات؟ لماذا اجتمع عقيلة مع السويحلي؟ كلهم كانوا رؤساء للمجلس الأعلى للدولة. لماذا شكلت لجان مشتركة في مناقشة الشأن الدستوري، في مناقشة قوانين الانتخابات سواء في بوزنيقة أو في مصر أو في الغردقة أو في القاهرة؟ لكن عندما يريد مجلس النواب أن يمضي منفردا في خطوة يعتقد أنه يستطيع أن ينفذها بالتواطؤ أو بموافقة محافظ مصرف ليبيا المركزي، يضرب عرض الحائط بكل القوانين وبكل اللوائح وبكل ما ينص عليه الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري. نعم. موقف السيد تكالى واضح، وحتى بدون موضوع إقرار الميزانية ينبغي للسيد تكالى أن يتخذ هذا الموقف، لأنه في مارس الماضي عندما اجتمع عقيلة والمنفي وتكالى وصدر بيان تم الاتفاق فيه على نقطتين، وهو تشكيل حكومة موحدة وتوحيد السلطة التنفيذية وتشكيل لجنة لمراجعة القوانين الانتخابية. يفترض أن هذه اللجنة قد شكلت وقد اجتمعت وقد وصلت إلى توافقات أو لم تصل إلى توافقات حتى يكون هناك جديد في هذا الاجتماع الذي دعت إليه الجامعة العربية. سنأتي إلى ربط اجتماع القاهرة. هل سيعيدون إصدار نفس البيان؟ هل سيقولون مرة أخرى الخطوة اتفقنا على تشكيل حكومة توحيد السلطة التنفيذية أو تشكيل حكومة موحدة جديدة؟ نعم. وتشكيل لجنة لمراجعة القوانين الانتخابية؟ إذن لا جدوى من هذا الاجتماع حتى بصرف النظر عن موقف المجلس الأعلى للدولة من 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 القرار الأخير بإقرار الميزانية. حتى لو اعتبرنا أن برلمان ليبيا متكون من غرفتين هما مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لابد أن تتخذ القرارات وفقا للتشريعات الدستورية بالتوافق بينهما. بدون الإعلان الدستوري وبدون الاتفاق السياسي الذي يحكم المرحلة لا نستطيع أن نقول مجلس النواب، وإنما طرف واضح سياسي يريد أن يفرض رؤيته ويريد أن يهيمن على كل أنواع السلطة في ليبيا. طيب نعم. دعنا أيضا نطلع على رأي السيد السنوسي، أهلا وسهلا بك. هنا خطوة البرلمان هذه استبقتها موجة من الرفض والاعتراض، ما يدفعنا للتساؤل لماذا يقدم عليها وهو يعلم أنها ستقابل بالرفض ويعلم أنها ستثير ربما موجة من الانتقادات والاعتراض، ما جدوى الإقدام عليها؟ تحية لك مروة ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين الكرام في كل مكان. أعتقد بأن خطوة أو يعني قرار الميزانية من قبل مجلس النواب وفق المادة 13 في الاتفاق السياسي هو يعني شيء لا غبار عليه من الناحية القانونية، لكن من الناحية السياسية هناك أعتقد إشكالية تكمن أولا في واقع الانقسام السياسي، حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والحكومة الليبية في بنغازي، ويعني هل هناك إمكانية أن تمارس الأجهزة الرقابية دورها في ضبط إنفاق الميزانية أم لا؟ هذه تساؤلات ينبغي أن تكون، أو أننا نتحدث ربما عن اتفاق بين السيد عقيلة صالح وبين السيد الصديق الكبير على أن يكون الصديق الكبير يعني أو لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أن يكون يعني يمارس كما كان يفعل خلال سنوات العديد من السنوات الماضية، أن يمارس صلاحيات أوسع من حيث الموافقة على إنفاق بنود دون أخرى، أو من حيث الرقابة أو متابعة ربما محاولة متابعة هل أنفقت الأموال في وجه صحيح أم لا. يعني هذه إشكاليات يعني حول هذه الميزانية، لكن أعتقد بأن اعتراض مجلس الدولة أو رئيس مجلس الدولة بالتحديد يعني لا محل له من الإعراب، لأن موضوع الميزانية هذا من اختصاص مجلس النواب هذا أولا، وثانيا
يعني إذا ما البديل؟ يعني إذا لم تكن هناك ميزانية للدولة فلا يمكن الحديث حينئذ عن إمكانية لأي شكل من أشكال الرقابة على المال العام، لأن الموضوع يعني يكون منقص، يعني موضوع الانقسام يؤثر على موضوع الإنفاق، وكل حكومة تنفق. وكيف ستؤسس هذه الميزانية لمبدأ الرقابة الذي تحدثت عنه دون أن يكون هناك قانونية لإجراءاتها؟ نعم، كيف يؤسس اعتماد الميزانية لمبدأ الرقابة الذي تحدثت عن ضرورة وجوده؟ دعيني أقول بأن الحال يعني لن يكون بشكل مثالي، ولكنه أفضل حالا، يعني أن تكون هناك ميزانية أفضل من أن لا تكون هناك ميزانية. يعني تتاح الفرصة لديوان محاسبة مثلا أن حينما تهال إليه الميزانية أن يمارس دوره الرقابي على المال العام وكيفية صرف المخصصات الموجودة. وطبعا في نقطة أخرى إيجابية في هذه الميزانية هي أنها أتاحت موضوع المرتبات والإفراجات وغيرها، يعني ضمنت في هذه الميزانية، بحيث يعني هناك، تعلمين بأن هناك معاناة كبيرة من قبل المواطنين الذين يعتمدون على هذه المرتبات أو ينتظرون مستحقاتهم المتأخرة وإلى آخره. هذه ربما لم تستطع الحكومات معالجتها، لأن مجلس النواب هو المختص بهذا الموضوع، ولذلك حينما يعني أصدر هذه الميزانية فمن الممكن أن تخفف المعاناة عن قسم كبير من المواطنين. هناك من يرى عكسك سيد ربما لا يكون سنوسي حول قانونية هذه الميزانية وإنما يكون حول إمكانية تنفيذها أم لا. نعم، تؤسس للانقسام بل وتجعل هذا الانقسام تشرعنه بشكل أوضح، لأن هناك من يقول بأنها مرصودة للحكومتين، فبالتالي هي تؤسس لمزيد من الانقسام. سأعود إلى هذه النقاط وغيرها. استضيف معنا من جديد الناطق باسم المجلس الرئاسي السيدة نجوى وهيبة، واسمحوا لضيوف الكرام أن أسترسل معها بعض الشيء بالنظر لأنها ستكون موجودة في جزء هذا الجزء الأول فقط من النشرة. أهلا وسهلا بك سيدة نجوى. إذن بعد تجاهل مجلس النواب جل التحذيرات التي استبقت إقدامها على هذه الخطوة، والتي كان منها أيضا ما اشترطه الرئاسي من ضرورة توفر ثلاث شروط حتى تكون هذه الخطوة مقبولة ربما من المعنيين بالموافقة عليها، ما موقف الرئاسي الحالي الآن بعد تجاهل النواب لهذه التحذيرات؟ مساء الخير لك ولضيوفكم. طبعا هي الاشتراطات التي تحدثتم عنها والتي أشار لها السيد الرئيس قبيل اعتماد الميزانية هي اشتراطات دستورية، هي آلية التي ينبغي أن يقر بها قانون الميزانية العامة، وهي مقترح لمشروع القانون المقدم من السلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية بحسب اتفاق جنيف معروفة ما هي، وكذلك التشاور مع المجلس الأعلى للدولة إذا كان هناك أي ملاحظات لتضمينها في هذا مشروع القانون، وتم موافقة 120 من مجلس النواب. وبحسب ما قرأنا في كتاب السيد تكالة يبدو أنه لم يتم التشاور مع المجلس الأعلى للدولة. الحل الذي نراه والذي دائما نؤكد عليه التوافق بين المؤسسات المنوط بها هذه المهمة. أي قرار يؤخذ أو أي خطوة تتخذ من جهة واحدة بطريقة أمر واقع أو بغيره لا تؤدي إلى نتيجة. التوافق هو ما يجب أن يتم على أساسه إقرار القانون. من المهم جدا يعالج التشوه في طريقة الإنفاق التي شهدته المؤسسات كل السنوات الماضية. من المهم أن يكون هناك قانون للميزانية في أقرب وقت، ولكن ينبغي أن يكون بالآلية. والملاحظات التي تحدث عنها المجلس الرئاسي أو الاشتراطات هي اشتراطات دستورية، يعني ليس المجلس الرئاسي من جاء بها، وهي أيضا متوازية مع الحديث ومشاركة مع الحديث عن التوافق، لأن أي تبعات قرار كهذا، ورأينا اليوم أيضا كتاب آخر من السيد تكالة يشير إلى أن هناك قد تكون تبعات سياسية أيضا على هذا الأمر، الكتاب الموجه لإدعام لجامعات الدول العربية. وبالتالي ينبغي أن يكون هناك حوار، آلية إلى الحوار هو الأهم، أن يكون هناك اتفاق ما بين المؤسسات المعنية، السلطة التنفيذية ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، أن يجدوا طريقة آلية، وهذا لم يكن صعبا، لأن من الواضح جدا أن هناك تبعات على الحياة. إذا سيدة نجوى،
أنتم تتفقون مع ضرورة التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وذكرت الآن بأنه لابد من إيجاد آلية. هل سيساهم المجلس الرئاسي في إيجاد هذه الآلية بطرق ربما تصعيدية، دعنا نقول، حتى يردع هذه الخطوة أو يبطل هذه الخطوة أو يعترض عليها التي أقدم عليها النواب، أم ستكتفون فقط بالنص على ضرورة الحوار وضرورة التوافق وضرورة إيجاد الآليات؟ هو كما قلت الاشتراطات لم يضعها المجلس الرئاسي، هذه الاشتراطات هي اشتراطات دستورية أو جزء من الاتفاق الذي يحكم هذه المرحلة، هو ما نص على هذا. والمجلس الرئاسي كان دائما ولا يزال جسم توافقي، والتوافق هو ما يحتاج إليه الليبيون وهو ما تحتاج إليه هذه الأزمة كي تحل. بالتالي ينبغي أن يكون هناك جدية من كل المؤسسات وإرادة أن تصل إلى آلية ما تمكن من الاتفاق على طريقة يقربها قانون الميزانية بشكل توافقي بشكل سليم وبشكل يضمن عدم حدوث أي تجاوزات وقبول من الأطراف، لأن كما قلت التوافق هو ما يجب أن يؤدي إلى أو أساسا تحل هذه الأزمة. هل يرى المجلس الرئاسي أي طريقة توافقية بعينها يمكن أن تفضي لما تحدثت عنه؟ وهل سيلعب دور أوسع من هذا الدور ربما في مستقبل الأيام؟ بالتأكيد المجلس الرئاسي دائما كان يعني صاحب دور إيجابي ومبادر فيما سبق، وفي أكثر من مرة كان للمجلس الرئاسي مبادرة لأي كانت الطريقة التي ينبغي أن يكون بها التوافق. الرئاسي يعني جسم توافقي ويعني يحرص قبول أو بتعامل مع الجميع، وكل الخطوات على قدر كبير من الاتزان، وبالتالي أي شيء يمكن أن يؤدي إلى احتكام إلى حوار فالمجلس الرئاسي بالتأكيد يقوم بدوره على أكمل وجه في هذا السياق. طيب، قلت أن دور الرئاسي دائما مبادر، ربما لا يشترك معك الكثير في هذا الرأي، هناك من يراه محايدا، لكن هذه المرة ربما هناك خطوة تصعيدية من جانب المجلس الأعلى للدولة بالامتناع عن المشاركة في المشاورات التي ستجمعه بالقاهرة أو من المفترض أن تجمعه في القاهرة مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وكذلك السيد المنفي رئيس المجلس الرئاسي. هل سيكون هناك موقف مماثل لمجلسكم أم أنه سيحضر هذا الاجتماع؟ المجلس الرئاسي يأخذ في يعني مواقف أو الموقف الذي عبر عنه السيد الرئيس قبل أيام أو غيره بدل عن أي يعني أطراف أخرى أو مواقف أخرى. كما قلت على سبيل الموضوع الميزانية، الاعتراض كان على الآلية أكثر من أي شيء آخر، على الآلية التي أقر بها القانون وقبيل حتى اعتماد قانون الميزانية، لأن هناك آلية يعني هي مسألة معتمدة على اشتراطات موجودة من البداية أو آلية موجودة ومحددة من قبل وليس الآن، وبالتالي هذا هو الذي دفعنا لاتخاذ مواقف، وبالتالي فهي مواقف معتمدة على رؤية من قبل في المجلس الرئاسي، هي رؤية عامة ويعني متسقة مع مواقفنا التي دائما كما قلت محايدة أو يعني متزنة كبير. طيب دعني أوضح أفهم منك بشكل واضح سيدة نجوى وهيبة، بالتحديد على وجه الدقة أي دور يمكن أن يلعبه في المستقبل المجلس الرئاسي إذا ما تمسك النواب بالمضي في خطوته هذه رغم اعتراض المجلس الأعلى للدولة؟ هو يعني سواء هذه الأزمة أو غيرها هناك يعني اتفاق وهناك يعني نظم تنظم هذه المرحلة، الاتفاق السياسي مخرجات جنيف هي التي تنظم هذه المرحلة وهي التي تحدد الأدوار لهذه المرحلة. كما أشرت بداية حديثي على سبيل المثال مقترح مشروع القانون الذي يقدم من الوطاء التنفيذية ثم التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، فمن ناحية الأدوار ومن ناحية كل مجلس أو كل جهة أو كل مؤسسة ما دورها، هذه أمور محددة ولا يمكن تتجاوز كل مؤسسة دورها، ولكن ما نتحدث عنه هو ضرورة الاحتكام إلى الحوار، ضرورة التفكير في أفكار جديدة وأن يكون كل شيء بطرق سياسية ما بين المؤسسات المعني بها مسألة قانون الميزانية حتى يكون هناك تقدم ونتيجة وحتى ينعكس هذا على الشارع، لأن المشاكل المتعلقة باعتماد الميزانية وبالخلل والتشوه في النفقات يؤثر على حياة الناس وأمرهم من الناس في الشارع.
واضح، شكرا جزيلا لك لقبول هذه الدعوة وعلى هذه المداخلة. الناطق باسم المجلس الرئاسي السيدة نجوى وهيبة، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس، شكرا لك. وواصل إذا معك سيد عبد النبي، أطلعنا على حيثيات هذه الجلسة التي جرى فيها اعتماد الميزانية، كم عدد الحضور على وجه التحديد، عدد الذين صوتوا، بعض التفاصيل الأخرى التي لم تكشف للعلن. هذا يعني ضايع، كان احنا يحكمنا الإعلان الدستوري ويحكمنا الاتفاق السياسي الذي صدر في السخيرات، هذا موجود واضح للعالم. اثنين النواب عندنا صدر قانون هذه الميزانية مع تقديم ودراسة من حكومة بعد تشكيل، أصلا كانوا أعضاء لجنة من حكومة وزارة المالية من حكومة السيد عبد الحميد، ودرسوا الامكانيات، وحتى هذه الارقام راهو يقولوا ارقام 180 مليار، راهو يا اخواننا هذه المشاريع التي تنجز الان في ليبيا الميزانيه وصلت لهذا الرقم لانها تبي تسدد التزامات الحكومه حكومه حماد، لان في التزامات بعض المشاريع اللي اشتغلت الان في بعض الناس مستحقين، في بعض الموظفين عندهم مستحقات، يعني في امور كثيره جدا. بالاضافه نحن اذا بند التنميه الان بند التنميه اول مره يكون في الحكومه ميزانيه تقدم من 2011 الى هذه الساعه تقدم فيها يعني حدود 46 مليار كبند للتنميه اللي هو الدور الثالث تطوير لدعم حكومه طيب طرابلس، الحكومه موجوده في طرابلس وكذلك. طيب اريد ان نصل نقول والله مجلس النواب مختلف في السيد عديله ولا مختلف في غيره ولا تحتيج، نحن والله مجلس مختلف في عديله ولا خايفين من واحد لا من غادي ولا من هنا لا قاعد. طيب اذا ضعنا في صوره حيثيات الجلسه سيد عبد النبي، هل استوفت الشرط ب 120 عضو؟ لان هناك بعض التقارير وحتى هناك بعض التصريحات من اشخاص مقربين يقولوا ان العدد لم يتجاوز 6 او 49 عضو. النصاب موجود تم نقول 120 عضو او 120 تشكيل زائد واحد، لان مجلس النواب الان 168 عضو فقط. حتى لما يجي يقول مجلس الدوله والله انت معاش كم حق نصاب، انت مجلس الدوله راهو 200 عضو، ها 120 بالسم والميتين فقط. المتواجد الان في اللي توفاهم الله سبحانه وتعالى ونسال الله ربي يغفر ويرحمهم، في اللي قدم استقالته الان 168 عضو اعضاء مجلس النواب. فالنصاب كان في الميزانيه موجود وما عندناش فيها مشكله نهائيا، لو قدمت الميزانيه بطريقه رسميه من الحكومه وقدمت عن طريق اللجنه الماليه بعد التشاور اكثر من 6 أشهر. قانون الميزانيه يحكم الحكومات في الصرف، اما في السابق كان تصرف الحكومه 1/12 من الميزانيه المقترحه. وصلت الميزانيه العام الماضي الى 180 مليار، كان ما تكلمش عليها. 180 مليار منها ميزانيه مقترحه، مش الميزانيه اللي هي 1/13 الميزانيه السابقه، لا الميزانيه المقترحه. تخيل يعني واحد يصرف 180 مليار بدون قيد وشرط، غير معروف الان محكومه بقوانين، محكومه بلوائح، محكومه بمشاريع، محكومه باسماء، لا يصرف اي دينار الا بقانون. هذا ما اصر عليه السيد المحافظ، انه يريد صرف ميزانيه بقانون، ونحن نتجنبها بعد الرجوع للمصرف المركزي. وابدا المصرف المركزي قال نحن مستعدين هذه الميزانيه وعنده قدره تمويلها، فاحنا هذا اللي اخذنا هذا القرار لاتجاه البناء والعقد. اما ما يقصد سيد بحاول سيد تكار بحاول بمصر او غيره، هذا يسال هم في الاتفاق السياسي يحكمنا نحن، صحيح في اتفاق في تشاور، لكن التشاور في لقاءات محدوده هي ما وفي حاله سحب الثقه او حكومه جديده. وهذا طيب. واضح وصريح في الاتفاق السياسي. غير ذلك غير موجود. تكالا يحاول ان يعطل انجاز حكومه جديده لاسباب خاطئه، يتكلم انه جرى في اي شخص ايا كان، لكن هذه حقيقه اعضاء لوضع تكلمت الساده حاليا يوم 17 يوم الاربعاء ان شاء الله تعالى، اكثر من 80% من اعضاء مجلس الدوله متجهين لمصر، مجتمعين مع مجلس الاعضاء مجلس النواب وكل صفا واحدا لاتجاه لتشكيل حكومه دون حضور تكالا رئيس مجلس الدوله. نعم، هل يمكن ان تمضوا في اي خطوات بدونه وفق التاريخ السابق لخطواتكم؟ نحن كاعضاء مجلس ماضيين بالاتحاد، نحن واعضاء مجلس الدوله الذين هم معنا الان اكثر من 80% من اعضاء مجلس الدوله حاليا حنجتمعوا في مصر، حنطلعوا ببيان ورساله للمجتمع الدولي، نحن ماضون في تشكيل حكومه وحده وحكومه وطنيه توحد
طيب ما جدوى ذلك سيد عبد النبي؟ نعم. إذا كان الأعلى للدولة لن يوافقه وقد أقدمتم على ذات الخطوة وحتى المجتمع الدولي الذي قلت أنكم ستتوجهون إليه اسمح لي أيضا لم يعترف بحكومة حماد حتى اللحظة. يا ودي اسمعي، عدم حكومة، عدم اعتراف بحكومة حماد وحكومة السيد بشاغة، رأوا هذا الكلام ليس بمجلس الدولة ولا بمجلس النواب، هذا دور مصالح الدول العالمية، العالم العالم الخارجي معنا شريك نفس العالم اعترف بحكومة بالسيد بشاغة رئيس حكومة ولم يعترف بحكومته لأسباب، أسباب هذه أنت عارفها، تدخلات تدخل العالم الخارجي في ليبيا لأمور كثيرة جدا. نحن طيب. مش خذوا فاهميك، لكن الآن نحن متجهين بتشكيل الحكومة وبالتوافق مع السادة أعضاء مجلس الدولة، ونحن كأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة نحن من نملك القرار لأنك العقيدة صالح ولا يملك تكال، تكال يرفض ما يرفض فهو في النهاية يمثل صوت، هو عبارة عن سبيكر فقط، وأنتم تعلمون طيب. أن الرئيس هو ليس برئيس دولة مطلق، هو عبارة عن رئيس اجتماعات فقط، اسمح لي اجتماعات في مجلس النواب أو مجلس الدولة بالانتقال إلى السيد أبو ديب، هو في شخصه بذاته نحن ماضون بإذن الله، نعم الميزان يعتمد وسمنت الحكومة ويصبح يصبح العمل فيها، والمحافظ بإذن الله تعالى يصبح في تفسير هذه المبالغ الحكومات والمشاريع بادية، وبإذن الله بتجيب نتيجة لبنى الحكومة في النهاية حتى ولو نصلوا نحن واضح. اسمح لي أن أنقل هذه النقاط إلى السيد ناصر أبو ديب. إذن السيد ناصر يقول السيد عبد النبي أنهم ماضون وأن موقف تكالة لا يمثل سوى تكالة نفسه، لا يعكس موقف الأعلى للدولة، وما زال يصر على أن التشاور في هذه النقطة مع الدولة ليس إلزاميا. الدولة مثل ما وجه تكالة بالتحديد رئيسه خطابا إلى البرلمان بالتراجع عن هذه الخطوة والكف عما وصفه بالعبث، وجه أيضا خطابا للصديق الكبير يطالبه فيه بعدم الاعتداد بهذه الخطوة وعدم مباركتها بالمضي فيها وتنفيذها. إلى أي مدى ترجح أو تستبعد أن يمتثل أو يستجيب الكبير لهذه الدعوة من المجلس الأعلى للدولة؟ خليني في البداية أعرج على ما ذهب إليه النائب. النائب لم يقل شيئا مفيدا حتى يستفيد منه المشاهد، كلام إنشائي، نفس التعبيرات نفس التوجهات، لم يأتي بحلول، وهو عنده توا 10 سنوات في مجلس النواب الآن بيصطاد يقول لك حنمشوا لمصر. تعرف اللي يمشوا لمصر من هم؟ هم الذين اجتمعوا في حدائق أو في حديقة فندق في تونس وتم طردهم من تونس، هم هادو نفسهم اللي حيمشوا للقاهرة الآن. مش ناس جدد أو ناس لديهم أفكار أو لديهم رؤية للحل السياسي لليبيا، بل ذاهبون من أجل إسقاط حكومة وأن يأتوا بحكومة أخرى. لا أدري من أين سوف تأتي هذه الحكومة في ظل رفض مجلس الأعلى للدولة الذهاب إلى حكومة قبل فتح قوانين الانتخابات. هذا شيء. والشيء الثاني، لماذا يتهرب من الأسئلة؟ سألتيه سيدة مروة هل وصلتم إلى 120؟ قال لك والله إحنا عندنا ناس ماتوا، عندنا ناس خيرك ما قلتش عندكم ناس مشوا للسفارات. وبعدين يمكن لا للمشرع، عندما تتحدثون على المشرع، المشرع يعرف أن في ناس حتموت وفي ناس حتتنازل على مكانها. هل وصلتم إلى 120 أم لا؟ سؤال واضح. وصلتوا ل 120، قول وصلنا. لم تصلوا، إذن القرار أو قانون الميزانية باطل من أساسه. المعلومات التي لدينا ومن أعضاء مجلس النواب أنهم لم يصلوا إلى 50 عضو، يعني حوالي 48-49 عضو. فكيف نتحدث على شيء هو أساسا غير قانوني، أساسا أصله باطل؟ فبالتالي يعني الذهاب إلى الميزانية وتغيير الحكومة ونحن ماضين، لنفترض أن الصديق الكبير ذهب في صرف هذه الميزانية، كيف سوف تصرف هذه الميزانية؟ هذا فيها أشياء سيدة مروة روح، احنا كمتتبعين للشأن العام الآن 180 مليار أو ما يقارب 180 مليار، ناحي منهم 60 مليار ما تم صرفه، هو 40 مليار من حكومة الوحدة الوطنية و20 مليار من حكومة الموازية، يبقى 120 مليار. كيف سوف تصرف هذه الميزانية 120 مليار في 180 يوم؟ في ماذا سوف تصرف؟ وأريد أن أتحدث حتى إلى السيد سنوسي. السيد سنوسي منطقة الجنوبية، أرى أنتم مبعدين من الميزانية.
في 10 مليار تنمية بنغازي و10 مليار لطرابلس. أين أنتم السيد السنوسي الذي تدافع على هذه الميزانية وتتحدث وتقول نعم لاجب الذهاب إلى الميزانية؟ أي ميزانية؟ من 2014 احنا ما عندناش اعتماد الميزانية، جينا الآن بقدرة قادر بحامي حمى الخزائن الليبية السيد صديق الكبير، الآن انبسطت يداه للليبيين وفتح هذه الخزائن الذي كان يتباكى قبل شهرين بأن هناك عجز وأن هناك أموال في أنفاق موازي وأن حتى الموظفين ومن لديه إفراجات مالية أرجعها إلى وزارة المالية، والآن بقدرة قادر أصبح لدينا 88 مليار تم ضخها في الميزانية. لا يعقل هذا، هذا كلام عبثي. إذن هناك عدم مصداقية من مصرف ليبيا المركزي الذي تحدث عن عجز، طيب. وهناك مصداقية من حكومة الوحدة الوطنية الذي تحدث من خلالها السيد عبد الحميد دبيبة وقال أن أمورنا الاقتصادية ممتازة وأنه لدينا أموال. فهذه الاختلافات وهذه التوازنات الغير شرعية بالنسبة لحكومة أو بالنسبة لمصرف ليبيا المركزي وتماهيه مع عقيلة صالح، أعتقد أنها هي مناكفات سياسية وليست لها علاقة بالأمور الاقتصادية. نعم، طيب سيد عبد الكبير رئيس مجلس النواب اعترض على هذه الخطوة، طلب النواب بالتراجع عنها وعلق أيضا مشاوراته مع النواب المزمعة في القاهرة. كل هذه الأحداث أمام أي درجة من التعقيد والتأزم والتصعيد في المشهد تضعنا؟ بالتأكيد هذه الخطوة، خطوة إقرار الميزانية بتجاوز الإعلان الدستوري الذي ينص على ضرورة موافقة 120 نائبا، وتجاوز الاتفاق السياسي الذي يلزم مجلس النواب، هو مشروع الميزانية يحال من الحكومة إلى المجلس الأعلى للدولة لإبداء الملاحظات الملزمة ثم يحال إلى مجلس النواب لإقراره. هذه الخطوة تم نسفها بالكامل. سيد عبد النبي يقول مش ملزم المجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، لا ملزم بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة في اختيار رئيس الحكومة، في سحب الثقة من الحكومة، في المناصب السيادية، في القوانين الانتخابية، وفي قانون الميزانية. ملزم، بدون موافقة المجلس الأعلى للدولة لا يمكن أن تتم أي خطوة من هذه الخطوات. تعقيبي أيضا على السيد عبد النبي، قال بنعدوا إحنا ومجموعة من النواب في مصر، حتعدوا تتدهوروا وتكسدوا في فندق 3 ولا 4 أيام وتزيدون من إرهاق الميزانية الليبية، حتصرفوا الفلوس في الفنادق غالي وحتروحوا مش حتديروا شيء، لأن ببساطة يا سيد عبد النبي الأمر لم يعد بيدكم، مستقبل ليبيا، مصير ليبيا لم يعد بيدكم. ليبيا لكي تستعيد قرارها الوطني وتستعيد سيادتها هي بحاجة إلى تجديد الشرعية، بحاجة إلى أن تغربوا أنتم مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية وحكومة حماد، أن تغربوا عن وجوه الليبيين وتتركوا الليبيين ينتخبوا سلطة جديدة، مجلس نواب جديد أو مجلس تأسيسي جديد يختار حكومة منبثقة عن الإرادة الوطنية. هذا هو السبيل الوحيد لكي نستطيع أن نشكل حكومة بإرادة وطنية، أن نقر الميزانية المناسبة للليبيين وليس لتسديد رسوم المرتزقة وفاغنر أو الأتراك في طرابلس. نستطيع أن نبني بلدنا وفق أسس صحيحة وأن نبدأ بالدستور، مش بشوية كباري وشوية طرق. الدولة بحاجة إلى دستور، بحاجة إلى قانون، بحاجة إلى توحيد مؤسساتها، بحاجة إلى جيش حقيقي وليس عصابة ترفع شعار الجيش، مش بحاجة إلى تنمية الآن. بالنسبة لموضوع التوافق وموضوع مصر، عودة إلى سؤالك أستاذة مروة بشكل واضح، حتى لو عد تكال مصر، حتى لو لم يقر مجلس النواب قانون الميزانية، مش حيصير أي توافق. المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب لن يتوافقا أبدا، هؤلاء باقون في السلطة. مع للإنصاف احترام مجلس النواب للإعلان الدستوري واحترامه للوائح الداخلية والتزامه بالاتفاق السياسي، بينما ضرب بها عرض الحائط عقيلة صالح ومن معه من أعضاء مجلس النواب. هذا فارق جوهري لابد من الحديث عنه. المجلس الأعلى للدولة ما زال في الصف الوطني، ما زال ملتزما بالإعلان الدستوري، بينما لا يلتزم مجلس النواب، وعقيلة صالح في الكثير من القرارات لا يرجع حتى للخمسين اللي قاعدين معاه هدهم ولا 49، لا يرجع إليهم ويتخذ فيها القرارات بشكل منفرد. لا يمكن أن ننتظر توافق أو أي حل الأزمة
السياسية، وبما أن الموضوع طيب. لم يعد في يد هذه الأطراف السياسية التي تحكم وتملك السلطة ولكن بدون أي سيادة، فأنا أعتقد أن موضوع الميزانية وموافقة الصديق الكبير عليه وظهوره اليوم أو لقائه اليوم عبر الإنترنت أو عبر التلفزيون مع سفراء الاتحاد الأوروبي، إذن يبدو أن هناك توجه دولي لتهدئة الصراع. هم يصارعوا على الفلوس لمصالح شخصية ومصالح مناطقية أو جهوية، يتقاسموا الفلوس ويبقى كل شيء في مكانه، لأن الأزمة الليبية ليس هناك توافق دولي على حلها في الظروف الراهنة، هناك ملفات أكثر أهمية بالنسبة للقوى الكبرى. وكما وأعود مرة أخرى، بما أن الأمر ليس في أيدي الليبيين، علينا أن ننتظر وأن نقبل تكريس حالة الانقسام من قبل الأطراف السياسية الموجودة بحكم الأمر الواقع حتى يقع التوافق الدولي وحتى يفرض المجتمع الدولي الحل الذي يراه مناسبا، وقد يكون هذا الحل بتكريس حالة الانقسام وشرعنتها بهذه الميزانية المقسومة بين حكومتين. طيب. قد يكون قد يصل المجتمع الدولي بعد سنوات إلى أن الحل في ليبيا هو التقسيم، تقسيم ليبيا إلى دولتين، شرق تحت هيمنة روسيا ومصر وبعض الأطراف الإقليمية، وغرب تحت هيمنة أمريكا وتركيا وبعض الدول الأخرى. ما لم يتحرك الشعب الليبي ويتدارك مصيره ويتدارك بلاده وينتزعها. نعم سيد الكبير، سيد إسماعيل يقول بأن ما يحصل الآن يؤسس لمزيد من الانقسام، وربما أيضا ما يراه البعض أن هناك عناصر إضافية التحقت بالمشهد الحالي على غرار الكبير مثلا اللاعب الفاعل في هذه الخطوة الأخيرة، وكذلك مجلس الدولة الذي أو عفوا المجلس الرئاسي الذي كان يلتزم الحياد لكنه عبر هذه المرة واستبق. ما يدفعنا للتساؤل عن تداعيات هذه الخطوة في حال فعلا تمسك النواب بها ومباركة الكبير لها. هو طبعا يا أخت مروة، طبعا موضوع ليبيا في هذه الترتيبات التي تتم فيها خلل ديما، هذا شيء مفروغ منه. هناك خلل في موضوع الميزانية، في كل التوافقات، حتى اللي نقولوا ان هي حلول سياسيه دائما تجد فيها يعني نقص وخلل، وهذا شيء مفروغ منه يعني. لكن انا اعتقد باننا نبحث عن الاقل سوء، يعني هنا نبحث عن الاقل سوء. يعني شوفي، تخيلي معي الان تخيلي انك انت مثلا في مدينه درنا او في مرزق المنكوبه، ايضا مدينه درنا المنكوبه ومرزق المنكوبه، او مثلا من منطقه تورغه ايضا هي مدينه منكوبه لم تعمر من 2011 إلى الآن، مثلا من سرت، من يعني جنوب طرابلس، عين زارة وإلى آخره، الناس اللي حياشهم مدمرة وكذا، وغير ذلك من المناطق، ممكن أنا في أوباري وفي مناطق أخرى أيضا. المهم أنا ما نبيش ندير سرد للمناطق اللي تحتاج إلى إعادة إعمار وأهلها قاعدين يعني في وضع لا يعلم به لله. هذوم طبعا ما بيستنوا يعني لعند يعني تتشكل حكومة ولعند يدير انتخابات وإلى آخره. هي هذه فائدة للميزانية برغم العيوب الموجودة في هذا كل المواضيع. هذا غير اللي ذكرت لك في الأول بأن هناك المواطنين أيضا ينتظرون مستحقاتهم ومرتباتهم وإلى آخره، هي أيضا مشكلة الحقيقة حتى قانونية تواجه المصرف. لما جه إحالة من وزارة المالية في طرابلس مثلا باستحقاقات معينة وإلى آخره، مرتبات متأخرة إلى آخره، هذه ما يقدرش يفتي فيها المصرف إلا بيوفق ميزانية. فهذه ميزة بصراحة ينبغي أن لا نغفلها، هذا أولا بغض النظر عن المشاكل السياسية. لكن أنا تصوري أن موضوع التعميق الانقسام هذا، طبعا أنا أتفق فيه مع السيد الكبير بأنه هو شيء يعني مخوف، يعني الحقيقة هذا مسألة واضح أن هي ممكن تكون يعني أن هذه الميزانية قد تتسبب في تعميق الانقسام ربما. لكن نعم. إذا ما مارس المصرف المركزي دور يعني قوي في موضوع صرف الأموال ومتابعتها، وأيضا الأجهزة الرقابية تحاول جهدها في أن تتابع إنفاق الأموال وإلى آخره في بالحكومتين، فممكن التخفيف من هذه مشكلة طيب. تعميق الانقسام. وفي مسألة أخرى طبعا هو السيد النائب قال لك أن فيه أن هم ماشيين في موضوع لتشكيل الحكومة الموحدة، لكن أنا نتصور أن هذا أمر يعني متروك للأطراف السياسية الفاعلة على الأرض، هل
هل توافق على ذلك وتذهب في سبيل تشكيل حكومة موحدة وفي سبيل الذهاب إلى الانتخابات، أم أن الأمور ستظل معطلة بهذا الشكل؟ وإلى أن تنتهي هذه المشكلة السياسية لا نستطيع أن نطلب من المواطن الذي يعاني الأمرين أن ينتظر إلى أن تنتهي هذه المشاكل السياسية بين الأطراف التي بينها نزاع على الشرعية ونزاع سياسي إلى آخره، ووفق هذا الانقسام الذي هو أمر واقع في نعم. البلاد. وبالتالي سيد عبد النبي يرى ويشترك تقريبا ضيوفنا الكرام في مسألة أن ما يحصل الآن يعزز ويعمق حالة الانقسام الموجودة أساسا في البلاد. كذلك هنا الدولة ربما مضى إلى نقطة أبعد من مسألة التشاور معه، هو يقول وأنكم وإن تشاورتم معه في هذه الخطوة سوف يعترض على هذه الميزانية بالنظر إلى حجم الإنفاق الكبير والمبالغ فيه فيها. أتساءل هنا كيف سيتعامل أو هل سيتعامل بالأساس مجلس النواب مع رفض الأعلى للدولة لهذه الخطوة شكلا ومضمونا قلبا وقالبا؟ ليس أعضاء مجلس النواب يعني لا يعنينا لا من بعيد ولا من قريب سيد رفض السيد محمد تكادى رئيس مجلس الدولة، لأن نحن قمنا بما علينا منه من الوالح. حتى السيد محمد تكادى عندما يرفض ويطلب تعديل قوانين انتخابية، هذه القوانين الانتخابية صدرت على لجنة ستة من مجلس الدولة وستة من مجلس النواب، ونحن طلبنا بالإلزام ان ما يصدر عن مجلس النواب ومجلس الدوله مجزء من المجلسين، ونحن صرنا في هذا الموضوع ولم نعلق ولم نعدل اي ماده بناء على اتفاق. للاسف نفاجئ ان السيد محمد تكالى يحاول ان يلف حول هذا الاتفاق الذي اصدره اعضاء مجلس النواب ومجلس الدوله بالموافقه وبالتصويت، كان تصويت حوالي 90% صوت 11 نفر 11 شخص او 11 عضو مقابل واحد رفض. على ما اعتقد انه يعني اخذ النصاب الحقيقي. فما يخص الميزانيه رفض او لم يرفض فنحن حولت الميزانيه من الحكومه. ستتجاهلون حتى تصعيدها سيد عبد النبي بتصعيد هذا الامر للقضاء؟ ستتجاهلون ايضا ان يلجا الى القضاء؟ ستتجاهلون ايضا تعليق المشاورات؟ علينا ان نرجع الى العمل السوري والاتفاق السياسي الذي اوكل لمجلس النواب نعم الوحيد لاصدار القوانين وكذلك اعتماد الميزانيه. اين وردت جمله الوحيد سيد عبد النبي؟ كنت اسوق لك الماده 12 و13 وكذلك 15، تقول بان مجلس النواب لابد من ان يتشاور مع المجلس الاعلى للدوله في عده نقاط، منها المناصب السياديه وهذا ذكرته، ومنها ايضا نقاط اخرى منها الميزانيه العامه للدوله. لا توجد الميزانيه، كان لابد ان يكون هناك ربما شخص قانوني حتى يفصل في هذه النقطه. الجميع هنا يتفق على هذه النقطة، هذه النقطة واضحة حتى قبل إقدام النواب على هذه الخطوة سيد عبد النبي، ولكنك مصر على أنها لا تخضع. نعم تفضل. نحن أعضاء مجلس النواب أو مجلس النواب بكل عام قام بنا عليه من القوانين وغير اللي كان استطاع أن ينجزها أنجزناها وحولناها، ولكن للأسف كان في عراقيل أخرى سواء كانت انتخابات ومرت على كل عراقيل سواء كانت في 2006 وتشوف العراقيل منين جايه، فيجب المدينه ان يقرا المشهد جيدا ويفهموا ذلك. نحن كاعضاء مجلس النواب قمنا بما علينا. فالساده الافاضل في مجلس الدوله اذا اردنا ليبيا واردنا اخراج ليبيا من هيئه الدوليه ان نتفق نحن ونتجه انتاج محلي، انتاج حكومه محليه. اما نحن الان اصبحنا رهن بعض الدول وبعض سياسات بعض الدول صراحه خاطئه جدا. فعلينا نحن ان نخرج من هذا القبقة الذي نحن واقعين تحته ومؤثر علينا تاثير كامل حتى في شرفنا. فنحن الان اذا كان هم يقولون والله ليس بالصواب، انا نقول لك ونصر واعيد طيب اكثر من 80% من السنه راح نعم. نطلب من تونس بس نعم. دخلت حكومه الوحده الوطنيه وطلبت من الحكومه التونسيه بتحديدات والى اخره ان لا يجتمع مجلس النواب مجلس الدوله في تونس. اشكرك. هذا يعني نحن لا نريد ان نجرح الاشخاص ولا نعرف الكيان ولا نعرف سيد تكالى كيف يشتغل ولا نعرف وكيف. نحن نريد الان نرجو ان يكون كلنا كل نعم وقت الحلقه ينفذ سيد عبد النبي. مشروع وطني حقيقي فعلي ينجز و
يوحد البلاد. اما الميزانيه اللي ليش ماشي مجلس النواب؟ ماشي الحكومه وماشي الحكومه السيد عبد الحميد. طيب ستكون الايام القادمه كفيله ربما بابداء ردود الفعل والنتائج والتداعيات. شكرا جزيلا لك على هذه المداخله وعلى قبول الدعوه السيد عبد النبي عبد المولى عضو مجلس النواب من الزاويه، كنت معنا عبر الهاتف. وانتقل اليك سيد ناصر ابو ديب، اذا استمعت الان الى السيد عبد النبي يصر على ان التشاور ليس الزاميا في هذه الخطوه، يصر ايضا وفقه هو وفق ايضا من تدخلوا شاركوا معنا في نشراتنا السابقه وحتى من عبروا على ارائهم عبر الوسائط المتعدده، ان النواب سيمضي في هذه الخطوه. وبالتالي هل تعتقد فعلا بان هذه الخطوه بالنظر الى اصرار النواب على المضي فيها ستؤسس لانقسام، ام هي فقط ستكون موجه تعبر بعد ذلك كما عبرت مثلا او عبر التعديل الدستوري 13 الذي اعترض عليه المجلس الاعلى للدوله ثم بعد ذلك انخرط فيه وقبله من قبل النواب؟ في اقل من دقيقه لو سمحت. اعتقد ان التعديل الثالث عشر نعم التعديل الثالث عشر كان خالد المشري هو من وافق عليه وهو كان رئيس المجلس الاعلى للدوله، ولكن جاءت الاشكاليات فيما بعد في وشوف النواب لا يقولون في الحقيقة. قال الستة زائد ستة تم الاتفاق ولم يتم التعديل، تم التعديل في 15 مادة في الاتفاق الذي تم في بوزنيقة بين لقاء طرابلس وبنغازي، وهذا اعتراض مجلس الأعلى للدولة. أما أنهم سوف يذهبون إلى بهذه الميزانية، يمكن أن تصرف هذه الميزانية، ويمكن كما ذكرت سيدة مروة أنه الأيام كفيلة بأن نرى هل بالفعل يمكن صرف هذه الميزانية أم أنه هناك أطراف سوف تتدخل في هذه المسألة ويتم إيقاف هذه الميزانية، والتي أتمنى من مجلس النواب أن يكف يده من تلك الجوسة على مجلس الأعلى للدولة وبعض النواب الذين يقومون الآن بدفع بعض الأموال أو يحاولون دفع الأموال لبعض أعضاء مجلس الأعلى للدولة. فما زي ما قال السيد عبد الله الكبير يجتمعون في القاهرة بيصيفوا في القاهرة ويرجعون كما وعلى فكرة وأختم بها، الاجتماع هذا في القاهرة جاء بعد رفض تونس الحالة كما هي في حالة تجميد حتى يتم التوافق على مبعوث أممي جديد ويتم التوافق ولو على الحد الأدنى من الوصول إلى حل سياسي في ليبيا أو على الأقل وضع ليبيا في طريق حل سياسي. هذه الأوضاع أعتقد أنها سوف تستمر وقتا طويلا، والميزانية إذا صرفها صديقي الكبير ستقسم بين الحكومتين. نعم شكرا لك لعدم الإطالة. إليك سيد سنوسي إسماعيل، إذا ترى بأن ما حصل الآن وما أقدم عليه النواب يؤسس لحالة انقسام، وتشترك في ذلك مع الضيوف، يرى السيد عبد الكبير أو عبد الله أن الأمم المتحدة لا يمكن أن تلعب أي دور في هذه المسألة، يرى أيضا شق كبير من الناس أن التعويل على لكن هناك إمكانية لمعالجتها ومبادرتها ربما ليس هو الخيار الأنسب، وهي متناحرة وتزيد التعقيد تعقيدا وتأزما. إذا من الكفيل اليوم بمعالجة على الأقل لم نقل حل الأزمة الحالية في 30 ثانية لو سمحت؟ نعم هو مصرف ليبيا المركزي بالاساس وكذلك يعني مجلس النواب بالاشتراك يعني مع مجلس النواب والاجهزه الرقابيه بامكانهم ان يتجاوزوا هذا الخلل الذي يمكن ان يحصل لاحقا وهو تعميق الانقسام يعني. وايضا اؤكد لك بان مجلس النواب اتخذ هذا القرار دون اي ضغوط دوليه، بالعكس الضغوط الدوليه كانت تتجه الى دعم اللجنه التي يقودها الرئاسي وان يكون هناك يعني توزيع للاموال على بطريقه الرئاسي لا اعلم كيف بالتحديد، ولكن مجلس النواب ذهب في خيار اراه خيار وطني وهو ميزانيه قانونيه يعني فيها خلل صحيح، ولكنها على كل حال أفضل من أن لا تكون موجودة. واضح. ميزانية تكون موجودة أفضل بالإمكان مراقبتها، حتى المواطن يمكن أن يتابع هذه الميزانية على الأقل من باب العلم بالشيء يعني.
واضح، شكرا جزيلا لك سيد سنوسي إسماعيل ولباقي الضيوف أيضا. شكرا لك المحلل السياسي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية سيد سنوسي إسماعيل. كذلك الشكر موصول للكاتب الصحفي سيد عبدالله الكبير الذي كان معنا من مصر عبر الأقمار الصناعية، وعبر ذات الوسيلة من طرابلس كان معنا المحلل السياسي سيد ناصر بوديب، وضيوفنا الذين غادرون خلال هذه الحلقة سيد عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى من الزاوية، وكذلك الناطق باسم المجلس الرئاسي السيدة نجوى وهبة التي كانت معنا عبر الهاتف. شكرا جزيلا لكم، والشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا، لطاقم الأعداد الإنتاج والإخراج، دمتم بخير.